وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مساعد سلمان، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة. بداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة، وهل حدثتنا عن أهداف وفكرة مشروع مساري؟ نعم طبعا، شكرا على هذه الاستضافة. طبعا هذا المشروع جاء بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ويهدف هذا المشروع طبعا إلى تنمية وتطوير المهارات والمواهب الشبابية وتنمية المهارات العالية عند الشباب، بالإضافة إلى زيادة فرص التوظيف لدى الشباب وتأهيل الشباب لخوض التحديات المختلفة والنجاح فيها، بما يتوافق طبعا مع منهجية عمل الوزارة في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية، وتحديدا هذا المشروع يصب في الجزئية الثانية وهي جزئية الصقل. ويغطي هو طبعا هذا المشروع عدة جوانب أو ثلاثة جوانب أساسية، وهي طبعا التعليم من خلال توفير منح دراسية وبرامج تبادل الخبرات في أفضل المؤسسات التعليمية والجامعية والجامعات على مستوى العالم، بالإضافة إلى طبعا الشراكات من خلال تفعيل شراكات مع منظمات غير ربحية لتعزيز المهارات المستقبلية والمطلوبة أيضا في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير تدريب مهني في الشركات ذات الأداء العالي، بالإضافة إلى خوض الشباب وخلق ثقافة التعلم التجريبي من خلال تنفيذ برامج كرحلات استكشافية في جميع دول العالم لتوليد الأفكار المبتكرة والإبداعية. هذه الجوانب الثلاثة اللي يغطيها المشروع، نعم، من خلال التعليم والشراكات بالإضافة إلى التعلم التجريبي. نعم أستاذ مساعد، لو تحدثنا عن آلية التنفيذ والمراحل القادمة للمشروع. نعم طبعا، احنا حاليا اطلقنا المشروع ويجري حاليا طبعا التباحث مع عده جهات سواء جامعات او حتى مؤسسات ذات الاداء العالي المسمى ب بلو تشيب كومبانيز، من اجل البحث عن افضل فرص الرعايه لدى الشباب. وبالفعل يعني لدينا حاليا مجموعه من خلينا نقول الشركات او المشاريع القادمه، واللي راح يتم الاعلان عنها كلا على حده حسب المعايير وما تم الاتفاق عليه مع هذه الشركات، من اجل طبعا في النهايه فائده الشباب والحصول على افضل فرص تدريبيه وفرص ايضا تعليميه مناسبه في هذه المؤسسات والشركات وحتى ايضا الجامعات. فخطوتنا الاولى طبعا هي الاتفاق على خلينا نقول النقاط الاولى لهذه المشاريع، مشاريع التعاون، ومن ثم طبعا الاعلان عنها وفتح المجال للشباب للمشاركه فيها، ومن ثم طبعا المتابعه مع الشباب من اجل معرفه حجم الفائده المستفاده من وراء هذه المشاريع التي نخطط فيها. نعم سيد مساعد سلمان، مدير اداره تمكين الشباب وزاره شؤون الشباب والرياضه، شكرا جزيلا لك.